مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. فترة استثنائية بنعيشها بالتأكيد خلال الفترة الحالية مع الأحداث الرياضية الهامة داخل النادي الأهلي والنهائي المرتقب النهائي الإفريقي بعد نتيجة الأمس مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي وفوز الأهلي بنتيجة عريضة، نتيجة جيدة وليست ممتازة حسب ما وصف الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي في وصفه وتعليقه على هذه المباراة بعد الفوز بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف. فريق النادي الأهلي بالتأكيد بيخطف خطوات ثابتة خلال الفترة الأخيرة نحو اللقب الإفريقي، مباراة هامة جدا بإذن الله يوم الجمعة القادم، مباراة العودة في رادس إن شاء الله يوم 9 نوفمبر في نفس توقيت مباراة الذهاب في الساعة 9 مساء. حدث مهم جدا وبالتأكيد بنعيش أيام استثنائية، وخلال الفترة القادمة من برنامج الأهلي الليلة عندنا فقرات استثنائية وأفكار عديدة بنقدمها هنا من خلال هذا البرنامج لتقديم الاستعداد الخاص بفريق النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة بإذن الله. إن شاء الله تكون مباراة جيدة، مباراة إيجابية، الأهلي يستطيع إن شاء الله أنه يعود من رادس بانتصار وجيد وتحقيق اللقب التاسع الإفريقي. عندنا أفكار كثيرة ونتائج كثيرة ممكن نتكلم عنها، نتيجة الأمس، وصف الجهاز الفني لنتيجة الأمس، تصريحات باتريس كارتيرون، شخصية باتريس كارتيرون اللي فرضت نفسها بالأمس بشكل إيجابي جدا على مباراة الأهلي والترجي بالمقارنة بمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، أيضا التعامل النفسي خلال الفترة القادمة. في تفاصيل كثيرة ممكن نتحدث خلال الفترة القادمة عن هذه المباراة والتعليق على مباراة الذهاب والوصف التفصيلي كمان لمباراة العودة خلال الفترة القادمة. لكن سريعا قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة والانترو الخاص ببرنامج الأهلي الليلة، أرحب بزميلي أمير هشام اللي النهاردة بيشرفني في المشاركة في برنامج الأهلي الليلة. مساء الخير يا أمير. مساء النور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. أكيد إن شاء الله النهاردة هيكون معنا العديد من الفقرات الهامة في حلقة النهاردة، وخصوصا الحديث هيكون عن مباراة الأهلي والترجي بالأمس ومباراة الذهاب بالتحديد وفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1. لكن لسه يا محمد أكيد البطولة ما اتحققتش، هي مجرد خطوة، مجرد فوز جيد إلى حد ما بالنسبة للنادي الأهلي. كنا نتمنى بس إن احنا ما نستقبلش أهداف المباراة دي، لكن يعني نتيجة المباراة أيا كانت انتهت بنتيجة 3-1. لسه المشوار مخلص، عندنا مباراة أخرى في رادس يوم الأحد الجاي، أو يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، هتكون مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة كمان. ممكن البعض اتفائل شوية من جمهور النادي الأهلي الآن، أنا يا محمد بصراحة من موضوع إن الجمهور بيبارك لبعضه بالبطولة، لسه المباراة التانية هتكون صعبة جدا جدا جدا، لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في المباراة القادمة. الاستعداد هيكون جيد وقوي جدا وبالتحديد من الناحية النفسية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. النهاردة في حلقة برنامج الأهلي الليلة هيكون في العديد من الفقرات الهامة. الفقرة الحوارية الأولى هتكون مع زميلي محمد سعيد، وهستضيف فيها الكابتن صديق الجمال طبعا لاعب النادي الأهلي السابق، والحديث هيكون عن مباراة الأهلي والترجي بالأمس. الفقرة الثانية هكون معاك، وهيكون معانا بعض الفقرات الخاصة بجمهور النادي الأهلي، وفي فقرة أساسية بتبقى معانا كل سبت وهي خاصة بأسعد ليلة لنجم من نجوم النادي الأهلي وبالتحديد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ومن أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، عشان يحدثنا من خلال تقرير خاص عن أسعد ليلة في حياته من خلال تواجده في النادي الأهلي. الفقرة الحوارية الثانية وآخر جزء في حلقة النهاردة هيكون من خلال كابتن خالد العودي طبعا كابتن كبير، وهيستضيف فيها دكتور محمد فؤاد في فقرة خاصة بالألعاب الأخرى. ده بالنسبة لحلقة النهاردة والفقرات الخاصة. لكن يا محمد خلينا نتكلم شوية عن مباراة الأمس. يمكن من الناحية الفنية بالتحديد الأمور ما كانتش ممتعة بالنسبة للمشاهدين والمتابعين، واحنا عارفين المباراة دي دايما كل جمهور الكرة الأفريقية وممكن عدد كبير كمان من جمهور الكرة العالمية بيتفرج على نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخصوصا أنه ما بين فرقتين كبار جدا زي الأهلي وأيضا فريق الترجي التونسي. لكن الفاولات الكتير يعني أدت إلى أن احنا ما نتمتعش بالمباراة امبارح يا محمد. عاطف، المباراة على المستوى الفني بالتأكيد لم ترتقي للأمل أو الشكل المطلوب، بالتأكيد مباراة نهائي إفريقيا الكل بينتظرها بيشوف فيها أداء فني كبير. لكن أنا أكدت حتى امبارح في تغطيتنا الخاصة في ملعب الأهلي، المباريات النهائية أو نهائيات البطولات الأفريقية تحديدا هي مباريات بتلعب على جزئيات صغيرة، تقدر تحسم اللقب من بعض التفاصيل الصغيرة داخل هذه المباراة من خلال قيادات فنية لمدربين عندهم خبرات كبيرة جدا. ممكن المستوى الفني بالأمس ما كانش على المستوى المطلوب، لكن انت وصلت للنتيجة اللي قدر الإمكان الجهاز الفني وصفها انها نتيجة جيدة ولكنها ليست ممتازة. ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد كانت هتبقى نتيجة رائعة لو كانت 3-0، لكن بشكل عام خلاص هي أصبحت نتيجة واقعية. الجهاز الفني وباتريس كارتيرون المدير الفني هيتعامل مع معطيات هذه النتيجة. وحسنا قال بالأمس لكل اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس قبل التحرك من استاد برج العرب
قال لهم ان مباراه الاهلي والترجي والتي انتهت بالفوز 3-1 نتيجه جيده ولكنها ليست ممتازه، علينا ان نلعب مباراه العوده في رادس بعد اسبوع وكاننا هنا في برج العرب خرجنا متعادلين 0-0، وبالتالي هذا الاستعداد النفسي ده اللي احنا هنركز عليه. ودورنا في قناه النادي الاهلي تحديدا يا امير خلال الفتره القادمه، لان دايما احنا بنتعامل من خلال منطلق النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحترم ضيوفه، بيحترم كل الفرق اللي بالتاكيد بيلعبوا معاه، فريق الترجي التونسي تحديدا مع النادي الاهلي عندنا مشوار كبير جدا، فريق الترجي التونسي على المستوى العلاقات الكبيره بين الناديين كمان مستوى متميز جدا، على المستوى الاداري، على المستوى الفني، في علاقات وفي صداقات كبيره جدا حتى على المستوى الجماهيري. فالمباراه القادمه مش هنقدر نفصل عن الاستعداد الفني وايضا الاستعداد لخوض هذه المباراه خلال الفتره القادمه، لكن الاستعداد النفسي مهم جدا خلال التوقيت الحالي عشان كمان نوصل رساله للاعبتنا والكل يبقى عنده تحضير جيد لهذه المباراه، وجمهورنا نفسه كمان يبقى عارف المرحله القادمه ازاي نشتغل عليها. المباراه القادمه مباراه صعبه جدا 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 بمعطيات اللي حصلت في مباراه الامس، رايحين هناك عشان نلعب مباراه كره قدم، الاهلي يؤدي مباراه جيده يرجع باذن الله بالكاس، لان احنا بالتاكيد بنتمنى فوز الفريق ان شاء الله. لكن هي الجزئيه الاهم كمان امير، وانا عايز اتكلم معاك في هذه المساله، الغيابات والاصابات ومعطيات المباراه القادمه كمان شايفها ازاي بعد غيابات امس بالنسبه للترجي والغيابات المتوقعه او القادمه كمان في مباراه العوده. طيب خليني اقول لك يا محمد، انا عن نفسي بصراحه فرحان بغياب فرانكوم في مباراه العوده امام النادي الاهلي طبعا يوم الجمعه الجايه، لعيب مهم جدا بالنسبه لفريق الترجي، من احسن لاعبي خط الوسط في افريقيا بشكل عام، بصراحه الراجل بيؤدي مستويات عاليه جدا على مدار البطوله بشكل كامل، وهيكون غيابه مؤثر بكل تاكيد على فريق الترجي. كمان غياب شمس الدين الزوادي عن فريق الترجي في مباراه العوده، وده بسبب الانذار الثاني بالنسبه للاثنين اللعيبه بالنسبه لفريق الترجي. في المقابل احنا عندنا غياب احمد فتحي، احمد فتحي اكيد عنصر مهم وعنصر خبره كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي والمنتخبات الوطنيه بتستفيد منه بشكل كبير جدا، فبالتالي اعتقد ايضا هيكون غيابه مؤثر. كان نفسي احمد فتحي لو هو ما كانش فعلا جاهز بنسبه 100% ما كانش يلعب مباراه الامس، لكن ايا كان اللي حصل امبارح مش مشكله، عندنا لاعب اخر غايه في المهاره والاداء الجيد جدا وهو محمد هاني، بصراحه لاعب عنده 22 سنة بيأدي مستوى رائع جدا وقت ما يتم طبعا طلب منه ان هو يكون متواجد في ارضية الملعب، هو لاعب مميز جدا، وكمان مستر اجيري المدير الفني للمنتخب المصري مقتنع بهذا اللاعب بشكل كبير جدا وجهازه المعاون بيضمه كمان في كل الفترات والمعسكرات الخاصة بالمنتخب الوطني، فانا يعني واثق جدا في محمد هاني ان هو هيعوض طبعا غياب احمد فتحي في هذه المباراة اللي اكيد محتاجة لخبرات كبيرة جدا، واعتقد خبرات النادي الاهلي دايما هي اللي بترجح كفته. لكن امبارح بما اننا بنتكلم عن المباراه من الناحيه الفنيه ما كانتش مباراه كبيره قوي او ما تمتعناش احنا كمشاهدين وكمشجعين تحديد للنادي الاهلي، لكن رغم كده النادي الاهلي فرض اسلوبه وفرض سيطرته في معظم اوقات المباراه، بدليل ان احنا عندنا اثنين من نجوم المباراه بالامس، يعني ابرزهم طبعا وليد سليمان يا محمد اللي بيأدي بطوله اكثر من رائعه، مش بطوله بس لا ده موسم كمان اكثر من رائع من خلال تواجده مع النادي الاهلي هذا الموسم، البطوله العربيه، الدوري، كاس مصر، بطوله دوري ابطال افريقيا، الراجل مؤثر في كل المباريات اللي بيشارك فيها. عايز اقول لك يا امير، عايز اقول لك بالفعل وليد سليمان يمكن ده خبر مهم كمان، الاتحاد الافريقي قبل مباراه الذهاب اللي اقيمت بالامس وضع وليد سليمان ضمن افضل 3 لاعبين في دوري الابطال الافريقي هذا العام، وبالتاكيد داخل في منافسه قويه تتوقف باذن الله على مباراه العوده في رادس، لكن ان شاء الله انا من خلال اداء وليد سليمان هذا الموسم تحديدا والشكل الاداء اللي ظهر بيه مع الاهلي في مركز جديد قدر كارتيروني يوظفه في الشكل اللي موجود فيه مع الفريق النادي الاهلي، ان شاء الله اتوقع ان وليد سليمان السنه دي باذن الله سيحصل على جائزه افضل لاعب افريقي او افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، واللي سبقوا قبل كده لاعبين عديده في النادي الاهلي محمد بركات ومحمد ابو تريكه حصلوا على هذه الجائزه، لكن وليد سليمان بالفعل يستحق ان يفوز بجائزه افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا او افضل لاعب داخل القاره الافريقيه هذا العام بادائه وتميزه في هذه المباراة. بصراحة هو بيأدي موسم أكثر من رائع يا محمد، الراجل يستحقها بكل تأكيد، وإن شاء الله نتمنى إن هو يفوز بأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وبالتحديد إن شاء الله لو ربنا كرمنا ووفقنا في مباراة العودة أمام الترجي ونفوز بهذا اللقب الغالي الغايب عن النادي الأهلي بقاله 5 سنين، وكمان التأهل لكأس العالم للأندية ده أحد أبرز الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي لأنه شارك قبل كده عدد من المرات حوالي 5 مرات بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في الأجواء بتاعتها طبعًا إحنا كلنا عارفينها وعشناها بشكل كبير، فإن شاء الله
الحلم يتحقق يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في استاد رادس. حتة ان استاد رادس ملعب النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما يا محمد بيكسب هناك وبيكون موفق وكلام من ده، دي نغمة ملهاش اي علاقة بكرة القدم. النادي الاهلي والترجي فرقتين كبار جدا، ايا كان الملعب اللي هيلعبوا فيه، ايا كان الظروف بتبقى ايه، بتبقى المباريات دايما قوية، وزي ما شفنا امبارح هي مباراة كانت قوية جدا بغض النظر عن الناحية الفنية خلال هذه المباراة. لكن مطلوب دايما من جمهور كمان النادي الاهلي اللي مسافر، انا عارف ان في عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي مسافر، حتى قبل ما يعرفوا نتيجه مباراه امبارح كله كان بيجهز نفسه، او يعني عدد كبير من جمهور النادي الاهلي كان بيجهز نفسه للسفر لتونس وحضور مباراه النهائي، وان شاء الله باذن الله تتويج النادي الاهلي من خلال ملعب رادس، ويكون ان شاء الله النادي الاهلي موفق وجهازه الفني في اداره هذا اللقاء الهام. كمان احد ابرز نجوم المباراه يا محمد بخلاف وليد سليمان امبارح وهو وليد ازارو. وليد ازارو بصراحه يعني في اعتقادي واعتقد يعني كمان ان عدد كبير جدا من الفنيين اللي بيفهموا في كره القدم ان هو احد ابرز مهاجمي القاره الافريقيه، كلام ما فيهوش اي مبالغه خالص. بص على ارقام وليد ازارو منذ قدومه للنادي الاهلي، بص على السن بالنسبه لوليد ازارو، عنده 22 سنه برضو اعتقد. اللاعب مؤثر جدا، اللاعب بيلعب بكل روح وحماس، وده شيء مطلوب جدا في اي مهاجم. والميزه اللي عنده كمان يا محمد لو تتفق معايا وهي السرعه، السرعة دايما بتبقى مهمة جدا في المهاجمين، والسرعة دلوقتي هي سمة الكرة العالمية بشكل عام، لازم ان انت يكون عندك لاعبين يمتازوا بالسرعة الكبيرة، ودي ميزة مهمة جدا موجودة عند وليد ازارو. احنا عندنا ناس كتير جدا في اوروبا يعني عندهم السرعات دي بتبقى مهمة، وابرزهم طبعا نجمنا المصري محمد صلاح، السرعات بتاعته بتدي له الافضلية في بعض الكرات بشكل كبير جدا. فبالتالي وليد ازارو احد ابرز اللاعبين اللي متواجدين مع النادي الاهلي على مدار السنتين لحد دلوقتي. وليد ازارو مع النادي الاهلي بيقدم مستويات اكثر من رائعة، لاعب مؤثر جدا، ممكن الفترة اللي فاتت مش موفق في إحراز الأهداف مع النادي الأهلي، لكن بيساهم في فوز الفريق سواء بضربات جزاء بتكون مهمة بالنسبة للنادي الأهلي، سواء ببعض الكرات الحاسمة في إحراز الأهداف. فبالتالي وليد أزارو كان أحد كمان نجوم المباراة بالأمس. كمان عمرو السولية بصراحة أدى مباراة كويسة جدا، الجون الثاني بالتحديد هو عمل فيه مجهود رائع، بصل الكرة لوليد سليمان، وليد سليمان لعبها له، هو كمل وحط الكرة في الجون، كان جون أكيد مهم أيضا. فبالتالي يعني الأمور كلها أعتقد ماشية بشكل جيد بالنسبة النادي الاهلي. الفريق هيستأنف استعداداته بالمناسبه بكره ان شاء الله للمباراه النهائيه واياب دور النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه المباراه الهامه جدا امام فريق الترجي التونسي. التدريبات اكيد هتكون بكره هامه للغايه، هيكون في طبعا استشفاء لعدد كبير من اللاعبين اللي شاركوا. خليني اقول لك يا محمد خلاص ان احمد فتحي خلاص يعني رسمي مش هيلحق المباراه العوده، لان بعض كان بيقول ان احمد فتحي ممكن يكون يلحق، لكن احنا عايزين ناكدها من خلال كمان دكتور خالد محمود اللي صرح النهارده وقال ان احمد فتحي عنده مزق خفيف في العضله الاماميه، وده هيخليه ان هو ما يشاركش في مباراه الاياب. ان شاء الله يتم تجهيزه بقى لكاس العالم للانديه. طبعا اكيد يعني دي بعض الامور اللي كانت هامه جدا بخصوص مباراه الامس يا محمد، لكن يعني خلاص ارجع لك دلوقتي، واكيد هيكون معاك فقرات النهارده مهمه وابرزها طبعا فقره الحواريه الاولى. اتفضل يا محمد. شكرا لك زميلي امير هشام، بالفعل حدث مهم جدا، عندنا اخبار كثيره في هذا الحدث الاستثنائي وفوز الاهلي بالامس. الاستعداد ان شاء الله يكون غدا، الجهاز الفني يستعد لهذه المباراه، السفر كمان هيكون صباح يوم الثلاثاء، الفريق يعني هيسافر مبكرا قبل المباراه باربعه ايام، هيحضر بشكل جيد، هيتدرب على ملعب الجامعه التونسيه يوم الثلاث والاربع، ثم تدريب ليله المباراه يوم الخميس على ملعب رادس، والمباراه باذن الله يوم الجمعه. في استعدادات متواصله واستعدادات جاريه سواء من اداره النادي، الاداره التنفيذيه، او حتى من الجهاز الفني وجهاز كره القدم، ويسبق البعثه الكابتن سمير عدلي المدير الاداري لتحضير استقبال البعثه خلال الفتره القادمه. لكن النهارده عندنا تفاصيل كثيره، اخبار كثيره، لكن الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن صديق الجمال، محتاج اخرج الى فاصل ثم استقبل ضيفي والحديث الشامل الفني المتنوع عن مباراه الاهلي والترجي التونسي، وما هو المطلوب من فريق النادي الاهلي خلال مباراه العوده بعد اسبوع من الان باذن الله على ملعب رادس يوم الجمعه القادم.